السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا سابع؟ شو أخباركم؟ yes, we will talk about page number 38، صفحة 38. نفتح كتابنا صفحة 38 please. طيب، عندنا سؤال موجود. read each of the sentences below and then write an answer that uses the in front of to the noun. The first one down at an example. يعني هنا as an example، يعني هنا في عندنا مثال، ومن خلال هذا المثال اللي راح أقرأه بدي أطبق باقي الأسئلة عليه. يعني بدنا نطبق على نفس الوتيرة اللي هو عليها. يلا، John scored a goal and gave his teammate. طبعا هنا a hand share، يعني بدنا طبعا شو هو هذا السؤال؟ بحكي لنا هذا السؤال يعني عادي، بس أنت بدك تكملي بطريقة ما. يعني كيف بدنا نكمل؟ مثلا إنه جون سجل هدفا و صافح فريقه. طبعا هنا بدنا نحكي الهدف ساعد الفريق ايش الفوز في اللعبة. فطبعا انت بدك تكمليها بإضافة ال ايش ذا، بإضافة ال التعريف قبل الاسم. طبعا بصير the goal helped his team win the game، يعني الهدف ساعد فريقه على الفوز. طيب، number one، فيفا designed a trophy for the World Cup. إن هنا في فيفا designed a trophy for the World Cup. طبعا أنا راح أحكي حكي الجواب، لأنه راح أرفق معها الإجابة. أنا مذجية كونهان ما بزبط إني أنا أكتب، لأنه هنا المساحة صغيرة. أوكي، فرح أرفق الإجابة أنا مذجية بس أخلص حلهم. طيب، إن هنا بتصير إذا تروب. طبعا هنا صمم الفيفا كأس العالم، كيف بدنا نكملها؟ عادي، فبنحكي إنه مثلا بدنا نحكي عن الكأس، فبنحكي ذا تروفي، الكأس، تروفي معناها كأس. ذا تروفي will be made، سيكون مصنوع من إيش؟ of silver، سيكون مصنوع من الفضة. number two، أندريس إنيستا kicked the ball and scored a goal. يعني هون أندريس إنيستا ركل الكرة وسجل هدفا، بنحكي إنه الهدف ولا خلى الفريق يفوز أو ساعد الفريق على الفوز، بنحكي the goal helped the team win the game. okay. number three، the player bought a pair of shoes and some socks for that game. نفس الإشي هون، بحكيك اشترى اللاعب زوج أحذية وبعض الجوارب، بنحكي إنه the shoes الأحذية and socks والجوارب are in the team colors، بلون الفريق، بلون الفريق. طب نشوف number four، Chris like to have a sandwich and a cup of coffee while he watches the World Cup. يعني هنا يحب كريس تناول شطيرة وفنجان من القهوة وهو يشاهد كأس العالم. نحكي إن الساندويتش هنا، the sandwich is peanut butter، peanut butter اللي هو زبدة الفول السوداني، and jam، جام المربى. طيب number five، Jan took an umbrella and raincoat to the game with her in case it rained. يعني جام أخذ المظلة و raincoat يعني معطف ضد الماء، ضد المطر، إلى اللعبة. طبعا هنا نحكي انه she used او he used، هو استخدم او هي استخدمت the umbrella المظلة to shade the sun، لتضليل الشمس. اوكي، to shade يعني يظل، shade يعني يظل، لتضليل ايش؟ the sun، الشمس. طيب هاي بالنسبة ل طبعا هاي هي الاجابات النموذجية، number 1، number 2، number 3، number 4، number 5. هذه إجابات النموذجية صفحة 38 يا سابع. أوكي، طيب ننتقل لسؤال. في عندنا هنا سؤال، ثواني، في عندنا سؤال موجود عندي بصفحة 39. هيا، في عندنا who's that standing near the door، he is my brother. يعني هنا أول إشي بدك، إحنا بدك نكمل، اوكي بدنا نكمل
بدنا نكمل الجملة بإيش؟ بهوز ذات، كون إحنا بنبدأ دائما نسأل بشو بهوز ذات، نسأل بهو للأشخاص. Who's that standing near the door? He is my brother. شوف كيف الحوار نفس الإشي. الصورة الأولى شو نقصها حتى إنه تصير سؤال؟ لأن بدي أسأل عن شخص أنا، فبحكي Who's that؟ طبعا أنا هنا بكتب Who's that. أوكي بنكمل. Who's that putting his arm in the air? Yes. الصورة الثانية عندك holding the football. Holding the football. Who's that؟ طبعا holding يعني حامل الكرة. إذا who's that holding the football؟ من هو حامل الكرة؟ طبعا الإجابة النموذجية كيف بنجاوب عليها؟ إحنا بنجاوب عليها هيك إنه فيما في نفس الصفحة، في نفس الصفحة بيقابلها بالصور، مقابل الصور في عنا مثلا الصورة الأولى اللي هو هاي. طبعا الصورة الأولى شو كانت؟ who's putting، بس خليني أذكرها. أيوة putting who's that putting his arms in the air. طيب فيما يقابله كمان نفس الصورة، إذا الجواب لما بدي أجاوب رح تكون بنفس الصورة. إذا إيه ريفري اللي هو ايش؟ الحكم. طبعا هون بنكتب هي از. هي از ذا ريفري. طيب نفس الاشي عندنا الصورة الثانية كانت هي عبارة عن شو؟ انه اوكي من هو حامل الكرة؟ صح؟ طبعا احنا راح نحل بالصورة. اوكي طبعا هنا نفس الاشي كله كل سؤال بدي اسأله لا ببلش فيه who's that who's that who's that كل سؤال، والجواب طبعا حسب السؤال. مثلا هنا الجواب انه من هو، طبعا حسب who's that team who's that in the lead who's that in the lead. هاي الصورة الأولى، إذا جوابها he is my cousin he is my cousin. إذا هون he is my cousin، وهنا he is my reference، وهنا كانت إنه who's that هاي على هاي الصورة فيما يقابلها who's that in the blue shirt yes he is the baseball coach. إذا هنا he is the baseball coach. نفس الإشي skateboard تاع السكيتبورد who's that doing the skateboard trick برضو my brother اللي هو he is my brother. في واحدة انه هي من هو الحامل الكرة ال holding اللي هي holding the football اللي هي she is the star trying. اوكي اوكي يعطيكم الف عافية. طبعا هم رح ارفقها الان مع الاجابات انه بتجي ان شاء الله الإجابات النموذجية. هاي هي الإجابات النموذجية طبعا صفحة 39 يا 7.